دورتنا ركزنا فيها أيضا على نفس سياستنا الجديدة اللي هي التركيز على المحتوى المحلي وأيضا فهم احتياجات ورغبات المواطن والمقيم في السعودية بحيث أن احنا نقدم محتوى يرتقي لذائقة المشاهدين. وعادة احنا بنراقب كل محتوى كل دورة برامجية ما هي البرامج اللي حققت تفاعل نجاح أكبر ونحرص على استمراريتها، وأيضا نفكر في برامج جديدة تخاطب تنوع اهتمامات. فمثلا عندنا برنامج صنوان للمثقفين ويؤرخ ويوثق للرموز الثقافية في مجتمعنا، برنامج الدبلوماسي وهو يلقي الضوء على الدبلوماسيين الذين يعيشون في السعودية وتجربتهم. هناك برامج أيضا مختلفة، أيضا برامج ترفيهية مثل عيش التحدي وبرنامج المسابقات صوتك أقوى، وكل هذه البرامج هدفها في الأخير إنها تخاطب اهتمامات أكبر عدد من الشرائح اللي تجد فيها. وإحنا طموحاتنا كبيرة بأن نعمل محتوى حقيقة يرتقي لطموحات الجمهور، ودائما نعتقد أنه عندنا مشوار طويل، قطعنا خطوات وما زال أمامنا مشوار طويل. الفكرة مرة جميلة، فكرة شبابية تمام، فيها تحدي ومفاجأة في نفس الوقت. هو فكرة البرنامج أنا أتمنى أنه اللي يطرحها عايض وداليا تمام بمساندة حنين. أنا أسألوني أني أنا إن شاء الله كيف أطلع لكم إياها بشكل جميل على الشاشة. أكيد سعيدة جدا بمشاركتي في برنامج صوتك أقوى Beat Me If You Can مع أخوي وصديقي عايض. أنا أول ما قالوا لي أنه إحنا مع بعض اتفائلت خير بأنه حيكون مختلف إن شاء الله، لأنه إحنا طلعنا في برامج غنينا عملنا أشياء كثير، بس نكون لجنة حكم أتوقع أن الناس حتشوف قديش الكيمستري حلو بيننا، والله يوفقنا إن شاء الله بإذن الله. يعني من زمان وإحنا قاعدين ندور أغنية مناسبة، خصوصا أنه هي طبقتها نسائية وأنا طبقة رجالية، فصعب أن نوصل الأغنية تناسبنا إحنا الاثنين إن شاء الله، لكن شغالين على المشروع إن شاء الله بإذن الله يعني نحصل الفرصة المناسبة. وأكيد يعني أنا غنيت قبل كده أساسا في مسرح بنشمارك في جدة مع رابح، لكن أول تجربة لي في الإعلام يعني مذيع البرنامج هذا، كانت تجربة صراحة ما توقعت إن ممكن يطلع مني شيء زي كذا، لكن شيء جميل يعني طلعت أقدر أسوي حاجتين، بغني وبنفس الوقت أقدر أقدم. إن شاء الله يعني يكون وجه جديد عليكم.